السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثية في عدة جبهات قتالية بمحيط محافظة مأرب وسط اليمن حتى مساء اليوم. وقالت مصادر ميدانية أن المواجهات مشتعلة على امتداد الجبهات الجنوبية والغربية المحيطة بمدينة مأرب المكتظة بالنازحين. وأوضحت المصادر أن معارك الجبهة الجنوبية اندلعت عقب محاولات جماعة الحوثية التقدم صوب مواقع القوات الحكومية في محيط البلق الشرقي. وأضافت أن المعارك اشتعلت على امتداد مواقع القتال في محيط مرتفعات البلق الشرقية بمحوريها الرملي والجبلي، كما امتدت المعارك وفقا للمصادر لتشمل عديد المواقع في جبهة العريف شرقي مديرية الجوبة، وكذلك عقب هجمات فاشلة للجماعة الحوثية في الجبهة الغربية. أفادت المصادر أن المعارك على أشد بين الطرفين شهدتها العديد من المواقع في روضة جهم ووادي ذنة إلى الشرق من مديرية صرواح. وأشارت المصادر إلى أن المعارك اندلعت عقب هجمات عنيفة شنتها الجماعة الحوثية على مواقع قوات الحكومية.